فيديو لطيف هنشوفه مع حضراتكم لفتاة هي اسمها ريم عبد الغني من محافظة الغربية. زي ما انتم عارفين يعني في الظروف اللي احنا فيها كل واحد بيقدر ان هو يساعد بشيء بيقدمه. هي قامت بتصوير فيديو بتشرح فيه التوعية بالخطورة من فيروس كورونا وطرق الوقاية منه أيضا، لكن بطريقة السم والبكم علشان نوصل لهم الرسالة ويعرفوا الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، لأن هم مهمين جدا عندنا فمش لازم ننساهم في كل الظروف. نشوف مع حضراتكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة لما وصلنا لدائرة الخطر بالإصابة بفيروس كورونا لازم نتأكد على أهمية الوقاية بعدة خطوات. بلاش نخرج، ولو خرجنا مهم جدا نلبس ماسكات ونلبس كلافزات ونغسل ايدينا كتير كويس، نستعمل الكحول، وممنوع البوس او الاحضان، وخلينا بعيد احسن. احبائي الصوم انعمكم الله بصحة جيدة وعافية ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.